إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، لنعش لحظات هذه الخطبة المباركة في رحاب الجنة من خلال وصف الله سبحانه وتعالى لها، ومن أثناء وصف صفيه وخليله للجنة الذي رآها بعينه، لتحيا قلوبنا ولتتشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وإلى تحقيق هذه الأمنية لكل مؤمن عاقل. يصف لنا الجنة من؟ ربنا وخالقها وبانيها سبحانه وتعالى، من غرس كرامتها بيده. ويصفها الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رعاها بعينيه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف حين انخسفت الشمس، فلما انتهى من صلاته قالوا له: يا رسول الله، رأيناك تقدمت كأنك تتناول شيئا ثم كعكعت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا منها، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قصور الجنة وبيوتها. نحن نبني البيوت في الدنيا من المواد المتاحة الدنيوية هنا، فنجملها ونعجب لجمالها، ولا نستطيع أن نملأ أعيننا من النظر إلى جمال بيوتنا الدنيوية. فما أدراك عن البيوت التي بناها رب العرش العظيم؟ تعرف من أي شيء بناها؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها مسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. سبحان الله، إذا كنا نتمتع بالمكوث في بيوتنا الدنيوية فكيف بالقصور التي هي من ذهب ومن فضة؟ أخرج الشيخان وإمام أحمد رحمهم الله تعالى في كتبهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننته أنه أنا. فقلت: من هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فتمنيت أن أدخل هذا القصر العظيم الجميل، فتذكرت بيرة عمر رضي الله تعالى عنه ولم أدخلها. قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث من الرسول، قال: أعليك يا غار يا رسول الله؟ كيف يغار عليك يا حبيب الله؟ وأيضا أخرج الشيخان أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى الرسول فقال له: هذه خديجة قد أقبلت،
فإذا جاءتك فبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. امرأة نالت هذه الدرجة أن يقرأ ربنا سبحانه وتعالى لها السلام وأن يسلم عليها جبريل الأمين يا رب. فهذه الامرأة مثل هذه النساء لتكن قدوة لأمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وبناتنا يا إخوتاه. فهؤلاء النساء اللاتي بنى الله سبحانه وتعالى لهن القصور العالية في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بما عندنا من الذنوب قصور الجنة والتمتع والتلذذ في جمالها وفي نعيمها. إن سألت عن نساء أهل الجنة فاسمع الكلام من الرب سبحانه وتعالى ماذا يقول: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأيضا قال: قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه يا أخي الكريم زوجتك في الجنة، زوجتك من الحور العين، من هؤلاء النساء الحسان اللاتي خلقت من أجل أن ترضيك أنت فقط، التي تقصر من نظرها وتبض نظرها، لأن نظرها لا توجهها إلا إليك. وأما نساؤنا في الجنة التي يمن الله عليهن بدخول الجنة فهن يكن جمالهن يفوق جمال أهل الجنة سبحان الله. فلله در المؤمنات اللاتي فقهن هذه المعاني وسعينا وعملنا لحصول هذه الدرجة العالية عند ربها سبحانه وتعالى. فأين الشباب؟ أين الرجال؟ أين أصحاب الرجولة والبطولة الذين سيتقدمون لخطبة هؤلاء النساء الحسان؟ نعم، يمكن أن تخطب هؤلاء النساء. تخطبهن من من؟ من ربها سبحانه وتعالى. ولكن لهؤلاء النساء مهر لا بد من بلوغه ولا بد من تحقيقه. وما مهرهن؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الرب سبحانه وتعالى، أداء الصلوات وصيام رمضان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل كبيرة وصغيرة، هذا مهرهن. فأين أولئك الرجال الذين يفتخرون برجولتهم؟ ما هي أدنى أهل الجنة؟ ما هي أدنى أهل الجنة منزلة؟ هو رجل كما قال الرسول في حديث ابن مسعود عند الشيخين: يخرج من الجنة كبوى، آخر من يخرج من النار، يخرج من النار كبوى، فيذهب إلى الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى،
فيرجع إلى رب سبحانه وتعالى ويقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقال له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقال له اذهب فادخل الجنة، فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الله أكبر، إن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة. سبحان الله، وما يدريك ما هي درجات الصادقين المصلحين المخلصين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وتابعوا رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمع. واعلن أن أهل الجنة مع أن الله عز وجل رضي عن الجميع منهم ليسوا على وتيرة واحدة، ليسوا على درجة واحدة في الجنة، بل تختلف درجاتهم بحسب قوة إيمانهم. قال الرسول في حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب. سبحان الله، لعظم الفرق بينهم. قالوا يا رسول الله هؤلاء المرسلون والأنبياء، قال لا، بل والله هؤلاء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم زد إيماننا، اللهم وارفع درجاتنا في جنتك جنات النعيم يا رب العالمين. يا إخواني، إذا كانت هذه الجنة بهذه المثابة فما الطريق إليها؟ ما هو الطريق الآمن الذي يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في جناته؟ إن سلعة الله معروضة، إن سلعة الله معروضة، ولكن سلعة الله غالية. يا من تطلبون الجنة بغير أداء 5 صلوات، يا من تطلبون الجنة بغير أن تصوموا رمضان، ويا من تطلبون الجنة بغير قيام الليل، ويا من تطلبون الجنة وأنتم عاكفون على المعاصي ليلا نهارا، اعلموا أن الجنة لا تنال بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن من عمل لها وشمل عن ساعديه وعمل ما طلبه الرب سبحانه وتعالى منه، فإنه سينال ما عده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بإذن الله تعالى. اعلموا يا إخواني، لا تنال الجنة إلا إذا عملت بعمل أهل الجنة، فلا ينبغي أن يكون أهل العقل وأهل الذكاء وأهل الإيمان من أهل الاغترار، أن يغتروا بأمنياتهم، بل عليهم أن يعملوا كما عمل من سبقنا من الصحابة ومن السلف الصالح من عباد الله المؤمنين المخلصين. وها هنا فرصة عظيمة، فرصة فتح الله فيها أبواب الجنة على مصراعيها، فإذا لم تدخل الجنة وأبوابها مفتوحة فمتى تدخلها؟ وإذا لم تستحق الدخول في الجنة وأبوابها مفتوحة فمتى تستحق دخول الجنة يا أخي في الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برضوانه، وأن يمن علينا بجناته جنات الفردوس، وأن يسكننا في أعلى درجات أهل الجنة في الفردوس،
في صحبته وصحبة سائر أنبياء الله سبحانه وتعالى وصحبة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. كل ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، لا يمر شهر رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وفيه مأساة جديدة التي تقع على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجراحنا هذه السنة في أراضي الشام المباركة التي لا نستطيع مهما قرأنا ومهما سمعنا ومهما تكلمنا أن نتصور ما يحدث هناك من الظلم والجرم والقتل والاغتصاب والأفعال الشنيعة من قبل النصيرية الرافضة الملعونة التي كفرهم العلماء أجمع، فإنهم أشد حقدا وعداوة تجاهنا من أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم تسمعون عن تشتنيك، عن الصرب، عن متطرفة الصرب ما يقال لهم بتشتنيك، وسمعتم ما فعلوا في بصنة وحواليها من المجازر. وهذا الذي فعله الصرب العدو اللدود لا يساوي شيئا ما يحدث في الشام، لا يستطيع الرجل أن يتصور أن تذبح مئات الأطفال الأبرار لا ذنب لهم إلا أنهم وجدوا في هذه الدنيا من قبل خالقهم سبحانه وتعالى، لا ذنب لهم. تغتصب النساء المؤمنات الطاهرات، يعذب أهل الإيمان بأنواع العذاب العظيمة المؤلمة. يا إخواني، ما أعظم هذه الفرصة أن ندعو الله عز وجل لهم ليفرج عن كربتهم وليعجل النصر لهم ولنا إن شاء الله تعالى وبإذن الله تعالى. نحن موقنون بالنصر وبالفتح العظيم، وأن هذا الطاغي الظالم سينتهي عن قريب بإذن الله تعالى، وسنرى هلاكه كما رأينا هلاك من شابهه من الطغاة الذين عذبوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نستطيع أن نقدم كثيرا لهم بالدعاء أول شيء، ثم بجمع المساعدة قدر المستطاع، وكل واحد يستطيع. لا تستطيع 100 يورو تستطيع 10 يورو، لا تستطيع 10 يورو تستطيع 5 يورو، تستطيع يورو واحد، ولكن إذا خرج خالصا من قلبك يصل ويكون لهم عونا ونفعا كبيرا بإذن الله. ولذلك نجمع بعد صلاتنا هذه إن شاء الله تعالى المساعدة لإخواننا، ليقدم كل واحد ما يمكن وما يقدر عليه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا ودعاءهم، ونسأل الله أن ينفس كربتهم وقربتهم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وأيضا الإعلان الثاني، كما تعلمون إدارة هذا المسجد المبارك تنظم يوميا كل يوم إفطارا للصائمين في المسجد، ومن أراد من المصلين أن يفوز بهذا الأجر العظيم فيقدم في ليلة أو ليلتين بقدر إمكانيته الإفطار للصائمين فيسمح له إن شاء الله. والمجال مفتوح والمكان إلى الآن متسع، فليتفضل من أراد أن يفوز بهذا الأجر العظيم ليسجل اسمه عند أحد أعضاء المسجد أو إدارة هذا المسجد. ثم اعلموا يا إخواني أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيه بكم أيها المؤمنون، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب، اللهم اهزم عدونا وعدو المسلمين، اللهم اهزم عدونا في الشام، اللهم اهزم النصيرية الرافضة الملعونة في الشام، اللهم اهزهم، اللهم اهزمهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تخلي منهم احدا يا رب العالمين. اللهم عجل بالنصر القريب لاخواننا المستضعفين في الشام، اللهم فرج عنهم، اللهم نفس عن قربتهم يا قوي يا عزيز، وليس ذلك على العزيز المقتدر بشيء يا قوي يا عزيز. اللهم استجب دعاءنا هذا واقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.